زميل ادهم ندى من ملعب المباراه لك الكلمه. وبطوله رائعه، بطوله قويه، مبروك النهارده يا كابتن حمدي. حابب تقول الاول لكل جمهور النادي الاهلي؟ جمهور عظيم، انا قلت طالما جمهور الاهلي حضر هنجيب البطوله، والحمد لله فرحناهم، بنعتذر لهم على البطوله العربيه وبنقول لهم دي اقل حاجه نقدمها لكم بطوله افريقيا. انا عارف ان الجانب النفسي اشتغلت عليه بشكل كبير، لان يمكن بالفعل انت بتعتز النهارده للجمهور، لكن كالعاده البنات كانوا من دهب كالعاده. كابتن حمدي حابب تقول البنات وبتتكلمي على البطوله بشكل عام. البنات دي ابطال، بنمر بظروف غير طبيعيه، اصابات من اول السيزون، عندنا غيابات كتير، طلعنا ناشئين عشان يصدوا النقص، والحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا، بنعمل احلال وتجديد، فالعمليه بتبقى صعبه جدا، احلال وتجديد مع اصابات تاخد بطوله افريقيا. بشكرهم جدا البنات. حابب تقول الفتره اللي جايه لسه ما حققناش حاجه يا كابتن حمدي، بطوله ولسه كمان اللي جاي اصعب ان شاء الله، باذن الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله.